مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف سيدة أعمال ناجحة، ومن زاوية سيدات الأعمال أكثر نجاحا رحبوا معي بمدام روجين مؤسسة بارتي فيكتور. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. بدأ في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ أول شيء أنا اسمي لوجينا، فاوندر بتاعت بارتي فاكتوري. هو ابتدى المشروع، أنا بقالي 10 سنين في الإمارات. ابتدى المشروع أني كنت بعمل حفلات أعياد ميلاد لبنتي، وبعدين فعلا كل الحفلات اللي أنا كنت بعملها لكل المدعوين، كل الناس كانوا بيحبوها وكانوا بيحبوا الديتيلز اللي فيها. فابتدى المشروع اني كنت بعمل لهم حفل، بساعد اصحابي بعمل لهم اعياد ميلادهم. وبعدين هنا ابتدى المشروع، قلت لازم استارت ماي اون بزنس، وابتديت اعمل الحفلات. جميل جدا. مدام حابين نعرف الخدمات اكثر اللي بتوفرها بارتي فاكتوري للناس. احنا عندنا الخدمات اللي بنقدمها، عندنا بنقدم themed birthday parties طبعا للأطفال، ودي من الحاجات اللي احنا بنتميز فيها في الحفلات الأطفال. طبعا كل شيء متوفر، من entertainments لباونسي كاسلز وبقى من الحاجات التانية اللي بنقدمها. بنقدم baby showers, graduations party، بنقدم حفلات كمان للكبار، gatherings، وايفن عندنا كمان shows، وعندنا فايلنس وعندنا عازفين. بنتيك كير فروم ايفريثينج من اي تو زي للحفلات. دي من اكتر الحاجات اللي احنا فعلا بنتميز بيها في حفلات. جميل جدا. كسيده اعمال ناجحه حابين نعرف النظره المستقبليه لك. احنا كل شويه بنغير في شغلنا، وكل شويه بيبقى دايما في امبروفمنت وحاجات بنقدمها جديده، فدايما بناد اون انترتينمنت، حاجات، لان الحاجات مش بتفضل زي ما هو. فمن وقت للتاني لازم الخدمات بتتغير ولازم بنقدم، احنا على طول بنتوسع ودايما عندنا جديد. اكيد بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح في المستقبل. مدام لوجين، احنا عايشين في بلد الامن والامان دوله الامارات العربيه المتحده. شيوخ دوله الامارات ما قصروا، قدموا الدعم اللامتناهي ووفروا البيئه الخصبه للاستثمار. حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده. هو فعلا ده حقيقي، يعني في دوله الامارات بيعملوا دعم لجميع المشاريع، المشاريع الصغيرة وخصوصا المرأة. في عندهم برامج لدعم المرأة وده بيساعد كتير جدا. فأنا فعلا بوجه شكري لدولة الإمارات وللشيوخ على دعمهم ومساعدتهم لجميع المشاريع علشان تكون دايما في تطور. شكرا كثير لرسالتك الجميلة، وأكيد الله يطول في عمر شيوخ الدولة ويديم نعمة الأمن والأمان. مدام، حابب أعرف كيفية التواصل مع بارتي فاكتوري. طريقة التواصل عندنا عن طريق أرقام التواصل والسوشيال ميديا. مشاهدي الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. مدام لوجين، شكرا كثير لاستضافتك وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لاستضافتكم، وأحب أهنئ الشعب الإماراتي والشيوخ بمناسبة العيد الوطني 51. شكرا جزيلا. يعطيك العافية مدام لوجين. مشاهدي الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.